استمرار الحرب المدمرة على محافظة أبين، والجيش اليمني لم يتقدم نحو زنجبار. قذيفة للجيش تستهدف ساحلا بعدن، وقنبلة صوتية تثير الرعب في القلوعة. ونزوح المئات من المواطنين في شبوة خشية عملية عسكرية محتملة للجيش اليمني. وانتشار مسلحين يمنيين من عناصر الجنرال الأحمر في حضرموت، وتدريبات عسكرية يقودها حزب الإصلاح في المحافظة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية. شنت طائرات مجهولة الهوية غارات جوية صباح يوم الأحد على عدد من المدن والبلدات في محافظة أبين الجنوبية، حيث تدور معارك عنيفة مع متشددين إسلاميين يعتقد بولاء بعضهم لتنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت مصادر محلية لوكالة أنباء عدن أن الطائرات قصفت بعنف مدينة زنجبار وعددا من البلدات المحيطة كالمخزن والجون دون معرفة الأضرار التي سببتها الغارات. وإلى ذلك قتل 3 جنود و12 مسلح من أنصار الشريعة الإسلامية في المواجهات التي شهدتها منطقة المسيمير الواقعة على مشارف مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين يوم السبت. يأتي ذلك بعد يوم من انفجار سيارة ملغومة قادها انتحاري متشدد في حاجز تفتيش نقطة العلم الواقع بين مدينتي عدن وأبين، ما أدى إلى مقتل 3 جنود يمنيين على الأقل وجرح 3 آخرين. وفي السياق، نفت مراسلة قناة عدن في أبين أي تقدم للجيش اليمني نحو زنجبار، الذي كان قد أعلن بوقت سابق تقدمه نحو المدينة، مشيرة إلى أن الجماعات المسلحة الموجودة في مدينتي جعار وزنجبار مجاميع محدودة تساندها عناصر مرتزقة قدموا من القرن الأفريقي والجمهورية العربية اليمنية. ويقول معارضون جنوبيون أن الجماعات المسلحة تسعى بمساندة وتخطيط النظام اليمني بقيادة نجل الرئيس اليمني، والمعارضة بقيادة الجنرال المنشق علي محسن الأحمر للسيطرة على مثلث زنجبار الحوطة عدن بهدف القضاء على الحراك الجنوبي وتهديد مصالح دول الجوار والعالم في منطقة مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تمر فيه 3 ملايين برميل من النفط يوميا. عن تطورات المشهد في محافظة أبين كانت معنا مراسلة قناة عدن هناك بالتقرير الصوتي التالي. انفجار سيارة في نقطة عسكرية بجانب محطة شبوة في منطقة دوقس، والغموض اكتنف في كيفية دخول السيارة، حيث يسيطر اللواء التابع للقيادة الجنوبية على الجزء الغربي من محطة شبوة، بينما يسيطر اللواء 119 على الجزء الشرقي من نفس المحطة. ومن أي جهة واتجاه تم دخول هذه السيارة مسقطة، بينما المسلحون يقومون بوضع الألقام على جسور تصريف المياه وري المزارع، وبحرية تقصف نفس المواقع، واستمرار القصف منذ اليوم الأول من شهر شوال، وزنجبار ورواحيها تعيش تحت آلات الحرب المدمرة، قصف وتدمير وشهداء، حيث قصفت الطائرات الحربية مسجد قرية المسيمير، وحفيلة القصف شهيد وجريح أمام المسجد. وفي اليوم التالي تم قصف عنيف من البحرية والمدفعية، وتم إطلاق ما يقارب 100 قذيفة مدفعية وصواريخ البحرية التي دمرت قرية الكود واستهداف منازل المواطنين المسالمين داخل مساكنهم، والحصيلة شهيد في منطقة المخزن، وتدمير عدد من المنازل في منطقة القود، والحصيلة عشرات من الشهداء، واستمرار القصف على الأودية والمزارع والحبوط الذي يحتمي بها السكان الذي تركوا منازلهم فرارا من القصف، من قصف الأحياء والقرى والمنشآت، بينما المسلحون يتمخطرون داخل مدينة زنجبار وأهدافهم استطلاعية،
والتحري على الشباب والأهالي الصامدون داخل المدينة. ومن ضمن أهداف هذه المجاميع المسلحة هو التدمير وخلق الفتنة وفتح سجون متنقلة، حيث تم قتل فتاة يبلغ من العمر 15 عاما وتم دفنه في قرية الكاملة في يوم العيد، وتم تنفيذ ما يسمونه المسلحين بعمليات الإعدام والذبح لمجموعة من شباب محافظة أبين مديرية خنفر. ولا يزال الجيش اليمني يرابط على مشارف منطقة الكوت، بينما المسلحون يتمركزون في قرية عمودية وعددهم ما يقارب 50 مسلح وعدد لا يتجاوز أصابع اليد يتواجدون داخل مدينة زنجبار ويحملون الأسلحة الرشاشة، بينما يتجول لاجئون الصومال داخل مدينة زنجبار يتنقلون من محافظة إلى أخرى بكل ثقة وحرية، حيث يمرون بعدد من النقاط العسكرية مع ضرب التحية والسلام، ولوحظ بأن المسلحون يفتحون بسيارات الجيب والفيتارة والشاصات الجديدة ويلهثون وراء القاد في أجواء آمنة داخل مدينة قعار، حيث تمت السيطرة الكاملة على مستشفى الرازي الذي أصدرت السلطة المحلية أوامر على جميع العاملين والموظفين في مديرية خنفر بضرورة مباشرة أعمالهم ما لم سوف يتم توقيف المرتب الشهري، وهذا ما يخدم المجاميع المسلحة، حيث تقوم المجاميع المسلحة بدفع مبلغ 3000 ريال يمني لكل ممرض مناوب في المستشفى، وأصبح عمل المسلحين والسلطات المحلية مكملة للبعض، وقيام سلاح الجو اليمني بإنزال تعزيزات والتموين للمسلحين الإرهابيين في جبال المراقشة، بينما الطائرات الاستطلاعية المزودة بكافة الإمكانيات الاستطلاعية والقتالية تقوم على مدار الساعة في سماء أبين. وليس ببعيد عن المشهد في أبين سقطت مساء السبت قذيفة مدفعية للجيش اليمني على الشريط الساحلي بمحافظة عدن ساحل أبين بالقرب من النقطة الأمنية المرابطة أمام شركة كينيديان أوكسي دون أن تخلف أي إصابات. ونقل موقع حياة عدن عن مصادر أمنية أن القذيفة المدفعية التي سقطت في ساحل أبين كانت قادمة من محافظة أبين، وقد أصيب المواطنون بالذعر جراء سقوط القذيفة على الشريط الساحلي الذي يمتلئ هذه الأيام بالزوار والمرتادين لقضاء إجازة العيد على شواطئه من مختلف المحافظات. وفي سياق متصل، أفاد سكان محليون بحي الثورة بالقلوعة بمدينة عدن أنهم سمعوا دوي انفجار فجر الأحد، لكنهم أكدوا عدم حدوث أضرار. وقال مصدر أمني لوكالة أنباء عدن أن الانفجار عبارة عن قنبلة صوتية ألقى بها مجهول في أحد الشوارع ولم تخلف أي إصابات أو أضرار مادية أو بشرية. ومن عدن إلى شبوة، حيث كشفت مصادر خاصة هناك لقناة عدن أن المئات من المواطنين من سكان منطقتي الحوطة وعزان بمديرية ميفعة نزحوا من المنطقتين بعد أنباء عن تأهب الجيش اليمني لشن حملة عسكرية محتملة لقصف المنطقتين اللتان تسيطر عليهما عناصر متشددة يعتقد انتمائها لتنظيم القاعدة. وقالت المصادر أن الأسر النازحة اتجهت صوب منطقتي جول الريدة بمديرية ميفعة ومدينة المكلا بحضرموت خشية القصف الحربي للجيش اليمني. والجدير بالذكر أن منطقة الحوطة قد شهدت معارك ضارية بين عناصر مسلحة والجيش اليمني في العام المنصرم 2010 خلفت حالة من النزوح وكارثة إنسانية في تلك المنطقة. وللوقوف على مزيد من التفاصيل كان معنا مراسل قناة عدن بشبوة عبد السلام الأحمدي. نشهد منطقة ميفعة محافظة شبوة هذه الأيام حملة شرسة، حملة أرياف تقوم بها سلطة الاحتلال اليمني، وذلك عندما تواجدت مجاميع من تنظيم القاعدة في منطقتي عزان والحوطة، فكانت حملة الأرياف هذه متبادلة بين سلطات الاحتلال وتنظيم القاعدة لتخويف المواطنين الآمنين، حيث شهدت منطقة الحوطة نزوح بعض الأهالي تخوفا من قدوم قوات الاحتلال اليمني بحملة مداهمة وحملة قصف جوي، خصوصا وأن طيران العدو اليمني يمارس هذه الأيام طلعات جوية في مختلف ساعات النهار والليل.
هذا أدى إلى قلق المواطنين في مع مديرية ميفا وبالذات في منطقتي الحوطة وعجان. وهذا الأمر الذي تشهده هذه المناطق أدى إلى حدوث نوع من المشاكل النفسية لدى الأطفال والنساء، مما أضطر أهاليهم إلى مغادرتهم من منطقة الحوطة وكذلك من منطقة عجان إلى المناطق المجاورة كجول الريدة وكذلك إلى المدينة التي تبعد حوالي 200 كيلومتر في الشرق مدينة المقلة. هذه الأمور كلها تحدث نتيجة لمؤامرة يقوم بها سلطات الاحتلال اليمني من أجل قصف المدن الجنوبية وأخراج أهاليهم وأخراج الأهالي ورمي المنشآت الحكومية وكذلك المنازل المواطنين كي يتسنى لهم تشويه المجال الجنوبي الذي قام منذ أكثر من 5 سنوات تحت راية الاستقلال وتحرير أرض الجنوب. وهذا بدأ كثير من المواطنين يتفهم هذا الوضع، وبعضهم يراهن على أنه يبقى مهما كانت الظروف يبقى في منازله، لأن المسألة هي كلها مؤامرة، وعندما يخرجون مواطنين من منازلهم فإنهم أيضا تتعرض المنازل للقصف مرة أخرى. هذا كل ما يجري في منطقة ميفعة أو في مديرية ميفعة محافظة شبوة في الجنوب المحتل. علمت قناة عدن من مصادر مطلعة أن مسلحين يمنيين بزي مدني انتشروا مساء السبت بمدينة المكلا والشحري وسيئون وبعض المدن بمحافظة حضرموت، يتبعون قائد المنطقة الشرقية محمد علي محسن تزامنا مع تحذيرات من نشوب حرب وشيكة في العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت المصادر أن المسلحين الذين ينتمون للجمهورية العربية اليمنية انتشروا على أسطح فنادق مطلة بالشوارع العامة ومبان مهجورة في المدن، إلى جانب مسلحين محليين من أبناء حضرموت ينتمون لأحزاب يمنية يجوبون الشوارع بناقلات متوسطة. وفي سياق متصل قال مراسل قناة عدن في حضرموت أن التجمع اليمني للإصلاح بقيادة قائد المنطقة الشرقية محمد علي محسن المنشق عن نظام علي عبد الله صالح يقومون هذه الأيام وبوتيرة عالية بتدريب مجموعة من الشباب يزيد عددهم عن 100 على حمل السلاح لأغراض مشبوهة. وحسب مراسل قناة عدن فإن التدريب يتم في الأماكن والمعسكرات الخاضعة في المحافظة للجنرال علي محسن الأحمر. تصل يوم الثلاثاء القادم طائرة عمانية إلى مطار عدن الدولي محملة بمساعدات غذائية وطبية للنازحين من محافظة أبين الجنوبية. وقال سعادة القنصل سعيد بن محمد الشكيلي سعيد بن محمد الشكيلي القنصل العام للسلطنة في عدن أن سلطنة عمان ستقدم مساعدات غذائية وطبية للنازحين من محافظة أبين. وأوضح أن حجم المساعدات الواصلة من السلطنة يبلغ 550 طنا، إضافة إلى قرابة 6 أطنان تم شرائها من عدن تنفيذا لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد. وذكر الشكيلي أن طائرة عمانية ستصل مطار مدينة عدن يوم الثلاثاء القادم من طراز بوينغ 747 من أصل 5 طائرات أخرى، تصل إلى يوم السبت القادم لتقديم مساعدات للنازحين، موضحا أن المساعدات تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية وعلاجات. مشاهدين الكرام، نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها. استمرار الحرب المدمرة على محافظة أبين، والجيش اليمني لم يتقدم نحو زنجبار. قذيفة للجيش تستهدف ساحلا بعدن وقنبلة صوتية تثير الرعب في القلوعة.
ونزوح المئات من المواطنين في شبوة خشية عملية عسكرية محتملة للجيش اليمني، وانتشار مسلحين يمنيين من عناصر الجنرال الأحمر في حضرموت، وتدريبات عسكرية يقودها حزب الإصلاح في المحافظة. مشاهدين الكرام، أشكركم على حسن الإنصات والمتابعة، وحتى نلتقيكم في نشرة قادمة بإذن الله تعالى، أترككم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.